أما رحلتنا الثانية والتي سنظل بها في عدن، أول معرض فني تجاري في عدن أقيم يوم السبت الماضي، أول معرض فني تجاري في عدن بعنوان 02 بواسطة دار روشن للفن المعاصر وبرعاية من البرنامج السعودي للتنمية وإعادة إعمار اليمن. استمر المعرض لمدة 3 أيام متتالية. تضمن المعرض يوم أمس مزادا مفتوحا ل4 صور يعود ربح 2 منهم للأعمال الخيرية. فحنتعرف على تفاصيل أكثر حول الموضوع وحينضم معنا عبر الهاتف من مدينة عدن عاصم عبد العزيز، وهو أحد المصورين وعضو أساسي من فريق روشن. صباح الخيرات عليك يا عاصم. صباح الخير. يا مرحبا فيك. بداية عاصم، كم كان عدد الصور المشاركة في المعرض وما هو مضمونها؟ أولا نحب نشكر طبعا الاستضافة الجميلة هذه بالمقدمة. أهلا وسهلا. ثانيا الصور المشاركة في المعرض كانت 90 صورة، التي 90 صورة. والهدف الأساسي من المعرض هذا هو إبراز الجماليات والجمال البسيط اللي موجود في مدينة عدن بعد الظروف الصعبة والحروب اللي مرينا فيها في الفترات الأخيرة. فحاولنا نحن الأربعة المصورين نحن نحاول نبرز التفاصيل البسيطة اللي الشعب العدني مش قادر يشوفها مع الأزمات اللي مر فيها باستمرار، ونحاول نحولها إلى صور بصرية بحيث إن الشعب يقدر يجي ويشوف الحاجة اللي للأسف فقدناها في الفترة الأخيرة. نعم، جميل. طيب عاصم، من أين أتت لكم فكرة تسمية المعرض 02؟ هل المشاركين كلهم من عدن؟ أيوة، الأربعة المشاركين من عدن. صح. جميل. إذن كانت الفكرة فقط أنه نفصلها عن عدن، أنه يعني نحدد مكان المعرض أنه فقط عدن 02. أيوة، هي كانت الفكرة البداية من عدن، لأنه مثل ما نحن دائما نقول إحنا عايشين في المتحف، لأن عدن تعتبر من أكثر المدن والتراث والمعمار والشوارع قديمة جدا. نحن نتركز على الأشياء اللي القديمة اللي للأسف العالم الخارجي مش عارف عنها أشياء كثيرة، فحاولنا نحن نمثلها بالصور ونعرضها للناس. جميل. عموما هي عدن زاخرة بالمناظر الجميلة وأيضا بالبناء المعماري الفنان، عدن عريقة بتاريخها أكيد. كنت سألتك بداية ما هو مضمون الصور، قلت لي أنه الهدف أنها تبرزوا ملامح عدن وتبرزوا أيضا التراث في عدن. طيب هدفكم أنتم من المعرض هل هو هذا الهدف الوحيد ولا عندكم أهداف أخرى؟ لا في أهداف أخرى. أول هدف كان أن احنا ننمي الحركة التجارية في عدن. جميل. وكمان نستشعر العالم أنه في الآن حاجة اسمها فن معاصر، وهو أنه معظم الصور حوالي 80 إلى 90 صورة التقطت عبر كاميرا جوال مش كاميرا بروفيشنال. جميل. ممكن الشاب بشكل عام أنه يقدر يبدأ أي خطوة بأقل الإمكانيات، ما ينتظرش أي دور كبير في المساعدة، تبدأ تصور أشياء من عندك وتوريها للعالم. الهدف الأساسي أو الكبير أنه دائما الشاب اليمني والعدني يحاول ينتج أشياء رغم الصعوبات اللي حنواجهه، ويحاول دائما أنه ما يتعدلش في أي جهة، ما يتعدلش في أي واقع رغم أن الواقع أليس، يحاول دائما أنه يعمل حاجة للمجتمع العدني أو اليمني بشكل عام. جميل. طيب كان في من قبل يمكن فترة كان في صنعاء مشروع تدريبي اسمه بتليفوني، ما فكرتوش تفعلوا مشروع زي كذا انه تحمسوا الشباب اكثر انه ممكن يلتقطوا زوايا جميله بواسطه تليفوناتهم؟ صحيح، ممكن ايوه، اللي هو فون ارت يمن. نحن دائما على تواصل معاهم، وان شاء الله هذه اول خطوه في هذا المعرض. في الشعب القائم عده جوانب اخرى من هذا. جميل. نعم، في الاخير المهم انهم يستفيدوا اذا شباب عدن الجميله. طيب تحدثنا عن فريق روشن وما عرفناش عنه كثير، فلو ممكن انك تعرفنا اكثر على فريق روشن او روشن. صح. ايوه روشن. نعم. اولا فريق روشن هو فريق عدني تكون قبل سنه بس مع الظروف الصعبه اللي مرينا فيها وقفنا، فرجعنا الان اجي مره اخرى، وهو عباره عن دار فن معاصر يهدف الى تطوير الفن في عدن من قبل شباب بسيطين ملمين ومحبين للفن باختلاف فروعه، مثل في معنا احنا مغنيين راب، في معنا احنا رسامين، في معنا احنا مصورين، فحاولنا احنا نجمع كل المواهب هذه بمجهوداتنا الخاصه، ونحاول احنا نكثر من الفعاليات والمعارض اللي فقدت في عدن. فاجا اسم واسم روشن اجا المسمى من المشربيه العدنيه، فاسم روشن هو عباره عن مشربيه عدنيه قديمه واللي هي الطاقه العدنيه اللي حريم عدن او نساء عدن قديما كانوا ينظروا للشارع بس الشارع مش قادر ينظر لهم لانه كان مغطى، فهذا هو المسمى الرئيسي للاسم روشن.
جميل، نتمنى لكم أكيد كل التوفيق يا رب، وتظهروا في كل دول العالم مش بس في عدن وعند جمهوركم العدني. إذن أخي عاصم عبد العزيز أحد المصورين وعضو مؤسس في فريق روشن كنت معنا، شكرا جزيلا لك. شكرا لك يا عاصم، إبداع جميل كان في الصور لاحظتيها صح؟ صحيح، صور جميلة، ورغم أنها كانت ملتقطة مثل ما تكلم عاصم بالهاتف، ولكن عموما دائما المناظر التاريخية المناظر المعمار حتى بيكون بتسهل حتى على المصورين كيف ممكن ينسق زوايا، كيف ممكن يختار كذا. حتى لو المصور مبتدئ المكان الجميل تطلع الصورة جميلة. نعم، ممكن المصور المحترف بده مكان حتى يطلع منه زاوية جميلة أو لقطة جميلة، ولكن عدن جميلة واليمن جميلة بكل مناطقها وكل تضاريسها واختلاف هذه التضاريس، فحتى لو كان المصور مبتدئ رح تطلع معها لقطة جميلة بكل الأحوال. جميل. يعني كويس عشان يتحمسوا أكثر إنهم يلتقطوا صور أكثر. صحيح. نعم.